إيجايا غدر مقورنا دي جين بقين وغواس انتي كليوين يان غير جازنا اللي انتي فان تكت وبريد انتو درد نزير فان وفقان دو زالوغ انت مزيرنا إيجا الحال مسلمة نوزي الحسن نغان دي اللي غان استغل في التسان غي موسوت ننسى المقاومة إلو المسائل من نوزي الحسن وسبوات ولف 933 غايت الحسن وعلي خت فلود يفتو استغميتو بليت نغدار بيضا لي راديك شمتين من لان اختغرمت تقبورت تلو نكاتين من لان الميكانيك بكلي ردي تناولت سباب ديت مسعيد تحمد عبد الله ابراهيم تقاسم ولا الطيب إلى كاز الهند اللي نتيجاني اللي بدات دو سنين نمسو انا مور الحركة الوطنية اللي احتياج جود نتاع غادي تمسو كرات سنت يوتن شكان غادي تميزو سكوات 1949. غوا 1955 راديك شميت رباني سردس نزارو كنا جيش تحرير دو كوار حزب الاستقلال ونش كان مرة يجا غاندي نغ الحسن مانوزي غادي يوم زابرين نسفاس كاف تليلي دو زارو يقول ايا نغويلي راديك سكرا كبار نمونا نمور ندواس اكدو دم نغ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وسكوات 1959. غوا 1961 إلى 1963 راديك الحسن المنوزي سلوايا تيموت نيستين غوا يتوافقا وكان غوس 1970 راديك تيميز سوسراك نيموسوتن إسرتان نرص راديك ينغي بدل البلدية نوكادير وكلي راديك سلوايا تيموت نملو نغنى قبل جماعات نوكادير مقر تيز مرادة دو فراكن الحسن مانوزي ولا يزوران توجه اللي غدي يلول يوجه تبديق غين بداد نكا ايليز دين دي موسوت نزرفان نوفقات ديمقراطيت ابريداد مرات كلو تيز ممتغ ودلي سنتو درتنس اللي مويقا سوساغ تاغنسا فوزاروب ديمقراطيت زول بركادير تيكي ظني غمس نسيس انتكليوين غمك اللي زرام غمس البروتياد اللي دنيوي في غير غاز ندين مغور المقاومة المغربي سلوانا غمس مزير تنغ اللي فانتوك تأفاد دي لي أزالوك نغلي استيقاق مزير غير حال مس لحسن المانوزي يا غير مغور اللي فاني بزاف أفاد هذه الاستقلال اللي نزل فان وفقاق مزير سي لحسن بركادينا شكرا لك كل سمحة بي أكون تشكر بزاف فو القدوم نور اللي اختوش كامل مس نغيت أنت شكرا بزاف اللي دعاني بزاف اللي تهتم. نعم السي حسن، كاع غادوا لنا كلمة قرنا فد كنسنى بكيك تقيت ميد اللي زرين توك تغمس انت تزرك سلوانك غمس وزمز اللي خلا فرنسا للاستعمار، اسقسي ونزورو ناني السن كنا السن ولي ولا زرانين ولا سفليدنين، انا السن ما يقال الحسن ما نجي ما يقال انت ما زيرت ما يخت لولت ابي انت درتنك. ايوا تسنى المانوزي الحسن بن مزيز الحسن بن محمد بن المانوزي بن محمد بن القاسم. زود غمس سيد الحسن علي قبيلة عمانوز الدائرة التافلة إقليم تيزنيت 1911 يناير 1931 غينا غد لولخ غينا غنا غتين خارجي ديك الساق من بعد قبل الدوخ الدار البيضاء. نعم تلود غمس نتفلا وتزدري تكيس وقيلة والساني مزورة اللي خصوت الله فرنسا تم كنتي تنت كي ما تسولت كنتي غمس يزمازان الاستعمار غمس غمس نتاقام تنغد غمس نتقبيل نتفلاوت يا اللحظة داري عن كودان تقريبا 5 سنين 4 سنين اللحظة كل زوار مش كان فرنسا قزنا بمسا شكون تكلم على كان ايت عبد الله اللي تكشف فرنسا عبد الله عبد الله ايت عبد الله زاكورة كودان ايه غنا ايت عبد الله تسخ كان كنيكش متغنى ايت عبد الله سي زومانوس غينا تي زومانوس يا المنطقه راه 60 الروت
غير نغسس ندن بحال فرنسا وكودان اساس ندن السلاح ما كان كلهم ندن اساس السلاح غير من بعد كي اي عقل غيميك تبين الكوفان الفرنسي دي غيان 3 كيلومتر فو دوار الكوفا زرين وكان مدن كله غسان رور نغلين دو درار في السودان دايم سنغال كسودنا سن اوين العسكر غيان اللي طافن ما الذاكرة نسق ما نسق قصة تقريبا شكون كي 1931 لا كي 34 34 يعني نعم 1934 ايه هو كذا اللي قلت لك ما تتكم دار عبد الله زاكورد اما سميتو المعركه نيت عبد الله تكشم من الزارون كني فرنسا كتات غينا تكشم غير تكشم الزار غير غينا سيت وافقه وكان اول محطه العسكر اول يعني قشره العسكر زوار تسكر تفرمت سيت لو كان سويد العطار نص الناس كل الزوار سكرنا سكر قد القشره العسكر نعم من بعد من بعد نعم يعني السي الحسن المانوزي انت ينكر على الاجواء ديال المقاومه ميد التستعمار مشينا كره ديال فرنسا يعني زتي مزيان كاين هادي نكر تغوسي ولاد المقاومه نغاكو داني كني الوالي زير خاشكم ما قال استمرار المقاومه اللي كيدار هو انه كان تين بدنا عرفتون لان تقبيل المنطقه كله بدا امانو تسرير تاع في تونس عبد الله باش انا حاسب ما غادي الجيش الفرنسي يغشى دايت وافقا دايت عبد الله وسعيد عرفت تونسي غير ملون ثمان قلب تيزنيت نعم يا الناس تسال غير اللي كان غاكودان الناس عايشين غير تسنت الخوف غاكودان بالمحاولات تكشف فرنسا عشان تخدم خدمت كل شيء عشان تفرض تسكر كل شيء بالمجان يعني ما كانش غير كوراي تخدم زيني غير اسسو كوراي حتى هو الناس اللي سنت البهايم اللي سنت كيداوين السيماي وانت كله غير ارسل زوج السيرفيس ميليتير الزنا وكذا نعم من بعد تمازير السي حسن المانوزي راه ديسكر الدار البيضاء الدار البيضاء سيدي كرتينا انا قريت ملي كنت سفرا غت مازير ماشي بزاف ديك الصباح قبل الدخول ليا الشمس كيدا راه قريت ملي نعم من بعد سيدي الاخر 43 في سيخ الدار البيضاء نسو داغ الكار اللي الكازوجين تسد كازوجين هاكو دابا تفنت سوقو اللي فاخر الحشاري شفتو الكار هاكو دابا ماشي ليسانس هي زو التران المهم دو ورثات لي ليسانس هاكو دابا دو هاكو دابا يومين كاغو غير اسنو حتى الصورت تسدو دو هاكو دابا الكار غوف لا كاغو زور كلا غير تسد كلا الكار تكاي يومين غو غير المهم ديك الدار البيضاء هاكو دابا الحرب العالميه الثانيه تلاقي هاكو دابا في الدار البيضاء مدن الطرشيات انا الاربعينات يا غاكودن 43 44 نعم 44 لا الحرب غاكودن العالميه الثانيه الكيرجا نوفان غاكودن الالمان الا سور الدار البيضاء كنا قيد هذه التاش كامل كان رت بومباردي ما غاكودن الحرب العالميه الثانيه انتهت ملك الالمان يخوا 44 يفتح استمر الحرب الى ماي 45 نعم وكان لك 44 اكتوبر 44 اكتوبر 44 ديك الشمس المدرسه وجا للدار البيضاء قلت غير شريت المدارس جات المدرستين مدرسه الاعيان جات المدرسه الاستنين الصناعيه مدرسه صناعيه باش تعلم سات انا تختار اما تختار الحديد ما غاكش الشوط يعني تقتان الجان تقتا تورنور غاين نعم كريت ختمت اخر مدرسه 8 سنين قلت كيخ ولكن غير الاخر جواد المهم قبل ان نزل الامتحان السي ا بي شكون نعم. سكر خير اللي اختار كل حديد جوست التورنور نعم اللي غني افريل تخت مريض خور وجزري في الامتحان نعم وقلت انا قال لي هي المدرسه يعني وصلت تكمل التغريب وصلت تكمل التغريب مزيان المرحله غير دريك الشمس السي حسن المانوزي يرين خارط غمس الكفاح الوطني غمس الدار البيضاء ما قال الاسباب كي تزيد تنتفروت تدوز الدار البيضاء كشمت المقاومه الكفاح الوطني ضد الربيده ما قال الاسباب زيد لي العائله كبوكي اللي درت العلاقه ما كاينش كشمي تغوسيت لا غوسيت تغوس ما يسيش كشمان نعم دا سعد الله يرحمه كاتيني قال مسؤول مقور غمس الحزب الاستقلال هادي تا كلهم الناس دار اخت المحال عرفتني قال لا عرفتني كشم الحزب الاستقلال ياك وكان كني تاثر في اسم بنان سير كلهم بنان لانه يعني تبع غينا بزاف ملي كانت نسقى لا علاش كانت تقال لهم كودن انت قالت مخلص حزب الاستقلال خصك تقالت يمين سود غادي تدور غير الا تدفت خصك تدير اليمين قسم
قسام قسام اش لانك كوا كي ممكن حزب الثقه انت كاين الا الحزب انت الوحيد؟ لا الا الا حزب الشورى، ولكن ما عندوش بزاف الاهميه. حزب الاستقلال سيطر حتى 56 57 الاستقلال، هو اللي كيسير المغرب. نعم. المهم داس على كنت لقى من بعد تشكيلات المرحله غوزان جريدة العالم عام 44 القضيه اللي 11 يناير 1944 تلاقى كودان اللي ضربنا المغاربه سواد المطالب بالاستقلال وثيقة الاستيقاظ 11 وثيقه يناير. الاستقلال حاضر خديت غسان نعم. غسان اسيدي لان يعني نوع حالات الطوارئ في المغرب يعني بدا القلال لطف في مسجدي وين سير حنا سنا الفرنسي ولا كونا كيرو لي في البشكليطه كذا. المهم يا المنظر ما كنا كنت نرول لهاد الحديقه نختمل غير نرول انا اسمو كل تيرا اللي ترقبنا تسريغ كان غير. المهم غسان ذكريات لا لا ديك الحوادث نعم. من بعد من بين تيغاوسيون كاين لي ستو سنتا كودا غمس دار بيدار اللي تسكرت حزب الاستقلال هي توزيع الجرائد. ايه نعم. وكان راه كودا حزب الاستقلال ضد الجريده اولا جريده العالم جريده العالم اسيدي المركز كله زوار كني اشكون المدينه القديمه كان المركز كله غير الدار البيضاء المدينه القديمه غير تمكن غير غير المقاومين الاقصوني غير غير كل المقاومين كل حزب الاستقلال غير غير سن بين جريده الاستقلال العالم وكان سيدي اتفق الجريده كلها تسمى اللون كان حذفت رقابه قد قد نص سطر 40 سطر 50 سطر كلا المقالس كانت قد تفوق. نعم. من بعد تابعت تدار الجار السنين لو بون دو دو بوبل بالفرنسيه سكبت نعطيوها اسوين كما نقدد راي الشعب هي هي المهم سما لاس عبد الرحيم بوعبد الله استدادين تزز اخر كي غاكو دار تدخل لو كان الوداد تدخل يا العداد اخر الزاخ تزز اخر تزاخ غير كان تسكت ولا كانت غاوسي وين راكو دار تسكر باش تسكر التوعيه يميدن ضد السكر تيبراتيني يميدن كي كريم دوكان كزون محمد الرقيبي قدرت تسكر من المسرح خدنا من بعد سيدي المقاومه بعد كان القضيه باش استورنتو نعم 20 غشت 53 غسان اللي غنينا هذا السي محمد الخامس قبل التسيين لا هي الحادثه توقع بمحمد بن يوسف ربما لنا يسكر الكسيده يسكر الكسيده. المهم هاكو داني يا المجموعه الخونه لان حيد محمد الخامس هذيك تحيد يبدا بعدا قبل ادور الداخلية الخبرات جنرال جوان انت الحادث انت 1900 ديسمبر 52 وقعت الحوادث الدبل الكبير كاريان سنترال لا ممنوع كاريان سنترال بوحده نعم غير الدبل الكبير هي الاول ياك لكن السيد عكودان اللي خلال القضيان يمكن جنرال جيوم جنرال جوان يعتقل كله لطور لوطور حزب الاستقلال. نعم. وكان لوطور اللي تقى مالين وزاقل منهم داد سعيد ومن المجموعه قامت اثنين سولين ضمن المقاومه غمس نغوان. لاش كذا سي اللي توقع القضيه ان الجنرال غوان يشكي جنرال 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 جوان يقدم يعني الادارات كله يقبس الجنرال قيوم. نعم. الناس الجنرال جوان هاتي كي داك الكمار اللي مقورن اللي مقورن هاتي بيخت في النص كي انا جنرال كوميرسات بيتا كايون سبي معناه اليوم يسرقوا ما ينفي محمد الخامس. امين. وكان غاكو دار لي خوانا كان تسكر كلو تكلم المغرب زعما التوقيعات المغرب كلو باش محمد بن يوسف انا يكون يسول يصلح المغرب كاع يا غاكو داش كنت تقول انا لاند فرنسا يا غير يا بون قلنا ودون. نعم. المهم نعم. صافي صافي هاكو دانا هاد الفيلم محمد الخامس غسان ليلا يعني كي غير البيسر غدار البيضاء تعمل السينما المولية ليلا اسين محمد الحاج سعيد الكبير هاكو دانا حزب ما تسكنكني غسان غسان اللي غيتي سي محمد الخامس ما تسكنكني انا اللي بدي غسان هادو تغرس مش قال حال العيد الكبير هادو غسان بدي ممنوع عاد غسان يعني قال نوع الاحتجاج ياه ممنوع يمكن هاكو دانا فرانسيس كان سكر ممنوع التجول مع ذلك لو فونت كل شيء سوس ليق كل قال ما يعني دقيق وخا اثنين غشا وراح بينا الثنين محمد الخامس غويور
التينا الفكرات اللي حاضرها زكي نعم التينا محمد الخامس هو المهم تستمر للشعب غاكو دان نعم من بعد الاحداث هذا السينمان وزير الداخلية وريت كيستفروت المقاومة نعم تقول تسكي المقاومة نعم مقاومة زوال اللي غابها شام كشمو المقاومة تفروت وتاتا صغر اللي غنسكي لها المقاومة سيدي اللي خلا المقاومة اللي غشتات شي محمد الزرقسوني الله يرحمه يا ثم مجموعة شكون تنظم اللي غلا محمد الزرقسوني نعم اسمها المنظمة السرية اشكون الدار البيضاء كيزي على عدد المنظمات الى هلال الاسود الى وشون البحر الغالي سال عدد المنظمات المنظمات كل شيء تبع انت حزب استقلال لا لا حزب استقلال صافي انت غير كودان وشي اللي غاكودان غادي المنظمات كويان زود الاحزاب غيلا وانا يسكن الفريق النص كل عقود المهم كان يبقى مع المنظمه السيريه يترسل الزرقسوني اللي غمز الزرقسوني المجموعه اللي ساكنه غاتين تنات ولا قيادة المنظميان غير لدى الدسعيد الله يرحمه عباس المسعديد اي تبدرت بان غمس جات لمرحله معينه كتين داروا ديال المحال غمس سيدي معروف رقيت تمونا الميد القيادات اتي انت اللي بلغت تغلطني غير داروا دروك غمس سيدي معروف وكنا زدت مقرنا وليت ولان الاخت اللي غالاول زرقتوني قد بوشعب الدكوالي قد سمعت الفيقيقي قد عباس المسعدي قد خويا سعيد قد مدن الاعوار قد السي محمد يفقر غدا كان غويد غير وقرنك زند عباس المسعدي غويد وقرنك كي غمس واه هذا قال وقرني قال القيادات قال وقدر كانت تيقر غزاره غينيا الكلمه حاليا هذه الملك قال المحل مقور الا غير غير البيع والشراء غير أغنس يبيع غيكا فنس نص أفلاقة السدة يزدار غا ديبو نعم كنا تلقى نتنيغ السدين ما تقلت الخطط الاستراتيجية أقول أني تنقش غا أقول أني خيط مزيد درس نسفيت ما يتني مثلا عباس المزعدي والقصة غا كود ناس دكوالي المدني وين غير القصة قصة الناس مقور داخل نعم أشكو اللي غير الساج زرقسوني غوني أبنين اللي كان ينمنو سي تحت يعتقل اعتقل اعتقل نيان يعترف سن محمد الفقيقي اعترف سقول يضني نعم اللي خصنا نعترفوا قول فزق نقول له غد داسري محمد الفقيقي وين البوليس سمح لنا اعتقل كل العائله اللي كانوا كود الوالد ايتما كل اعتقلنا كوميسير المعرف فرنسا يا وي فرنسا يا نعم اكيد تعتقل واه انا كاع عانيت اكثر منهم عاودك في الاعتقاد لفرنسا ما ميكسيش ترى ما يجرى ما قبلت هذا الاستقلال نعم كنت نسكن يا الوفد مدغشقر اللي قد بويد ولا تور المقيم العام من فرنسا ديال كل كان شخصيات المغرب دون مدغشقر وانت محمد الخامس محمد بن سكاش تي عاودا محمد الخامس كان في الاستقلال وانت سيدي سكس لي با سكن المفاوضات في الاستقلال نعم سكن يا الاستقلال ولكن وباري قريت انا نبدو علينا مهم اللي غنى قبل الاستقلال 56 لا 55 55 55 يعني 56 ديش الاستقلال 16 نوفمبر 55 نعم ديش بن يوسف من قرن سيان 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 اللي قال قوت الملايين البشر وتفت ماخت السعوديه وتفت المغاربه كله ما قال البوليس راكو دار الكشافه تنظم الخيران وقع لها حوادث لا والو من بعد 16 نوفمبر ياش كي داش كو 18 نوفمبر اللي قال لي عاد العرش قبل بالنسبه لي كان عاد العرش نوفمبر نوفمبر يمي قد عاد العرش كو دان سكان غيلاد عاد الاستقلال 18 نوفمبر اللي فلا محمد بن الخامس المهم كو دان اللي غلات المفاوضات غيان هنا فرنسا قبل الاستقلال جيش تحل كو دان قبل نعم يعني من بعد 56 السي الحسن المنوزي راهي تحقق الكميد اللي تحقق جيش تحريص وانا كيد امزميز من امزميز سوق الميم عاود داك المرحله هاد من جيش التحرير هاكو دا كما كوموندور مالوز ابراهيم كتين خشي خشي تاع انا جيش التحرير كتين خشي مال قبل 2 اكتوبر 1955 1955 من بعد اللي غاسينا الحسن الثاني يخصها تضم جيش الملك جيش الملك الشمال تحل يا المجموعه جيش التحرير ماشي جيش ديالك جيش التحرير تحل جيش التحرير جيش التحرير تحل جيش التحرير باش يا المجموعه قد قبلنا غير الناس كني تمازلت انت تحررت دون سبل مي بسكر قد مقر مقور مغمس الغين وكذا قوم ابراهيم اكو دار المقدس سمسميز دار جيش تحرير غير من بعد نفتاسو قول من دار لقيت جيش تحرير لقيت بن حمو اكو دان درس بن بوبكار
درس مبكر يا المجموعه المهمه. شيخ العرب؟ لا شيخ العرب ولي القياده جيش تحرير ولد زوانه شكون جيش تحرير؟ القياده جيش تحرير قد سنه تحل المجموعه الاولى اش كنت تاخذ يا ضياء ضنين قول لي غلب بن سعيد قران الخار بن سعيد اللي قد شيخ العرب يا المجموعه وين دبو سالم المجموعه كله اثنين تولي تاخذ القياده جيش تحرير الاخر. نعم. كان جيش تحرير هكا اللي خش كان سفلان كانت يسني لا لا هكا المهم يعني شراينا كانت يسني ما سنت فراود. انت فراود؟ قد الشيخ العراب قد السي ابراهيم التيزريتي قد محمد بولحيا قد يعني المجموعه ما غادي نتسكر بالطبيعه انتم وري وين اللي غادي نتسكر جيش تحرير هكا غمس غمس نت فراود؟ ماني غاتستوي بالسلاح ماني غاتستوي بكذا. غلول اكل السلاح هكا غلول قوم ابراهيم نيت الله يرحمه الثاني كلو جيش تحرير ما غاديوش السلاح هكا القواعد القواعد الفرنسيه كله ابو زكر غفران غتفلاو تغير الماني اثنين جمع السلاح دار القواعد الفرنسيه وكنت استعمل السلاح هذا يعني التهجم في القواعد الفرنسيه باش درسنا وين القواعد الفرنسيه هو يسمى الايرون الفرنسي كليرو كلي صافي وصل لي نغنتني صافي واش كان الاستقلال صافي جيت تحل السوله في غيان. من بعد مرحلة يد السي محسن المنوزير تدو تسمازيت راكيس كتاغ ميدني الميدني اللي راك تنتخب من الشيوخ من تقبيل نتفراود ري الطريقة اللي تسكرت الانتخابات هذا كوداش كانت أول انتخابات في المغرب تسكر نتقيس مثلا تعزل نتقيس الميدني اللي راه يمثل تقبيلين مانيك تجرى القضية هذا كودان إلا إلي القايد قالت الحاج أحمد وقدرت أحمد بلا كان يتنقطع الدروس وسننا نعم وأن أسب قوسوا هذا الكلوت من من بداية 55 إلى 56 إلى نهاية سبتمبر 56 حزب الاستقلال تسير لكل شيء وللي القايد المشال العام لا والو حتى حتى ميزان والو كل شيء المغرب تقريبا غنى قليلا حزب الاستقلال ولا كله في غاينا حتى يسير كل شيء غاينا اللي كان كنا نسكر في حزب الاستقلال الا قد كي محمد مهالي كاتب الفرع دخل كنايب النس لقى سبعه الاعضاء الاخرين كنت قبلت ستاف نعم ستاف المعقد النس وكان بعد لي مشكل لقيت كنا كزورت في سبتمبر 56 وليت كان نقول غمسنا يسكن الانتخابات يمغرني كنت قبلت حتى وكنا بدات نرشحن نكرشح لي غاكو داني غشان كيخا مغاربة كودا انتخبني هذه القصة. نعم من بين المسائل اللي تذكر معكم كانت مهمة كودا اللي غيكا أحمد الشيخ أحمد بن الشيخ ودرت القايد غمس انتفلوت يذكر مجموعة المبادرات كودا زند تنمال ضد المدارس ضد الصح ضد غراس دارت لي مسوامان. ما كودا مدني لا سندير الوعي الوطني بقرن انه كل ما تسكن كودا تسكن التعبئة. عزرني غير سنة استعبيها بلا أغوان من يعني تعب ما ستيني تيوزي حقا لتيني ياك تيوزي يا تيوزي غير حتى هو تيوزي غير سنة بنو المدارس كيسا بنات خدمت سكيب تيوزي كله زون بدنا شجار زون بدنا عيوز زري غير سنة بنو المدارس كل شيء هي الوعي مقور مقور بزاف لا ما حبها غدار بزاف أقول أنت تسكر حتى تأسس حتى الشركة أقول أنت قلت باش يسكر أخواني الشركة نشر كل جزء نسمو تلاقي الترجات قد الحديد قد العداد البريك كل المواد البناء يسكت لان الرطا غير دوران القبائل المواكن الخياطار يعني البناء إلى أن نشاط قود نغا كودان يعني يلعبين الدور مقور كل شيء بدرجة الفقيه كنت ندير غا كودان ناس تسقرات تيفرخين هنا كهول كغاسة دارت دوخ ورد بنا زعما تيفرخينات كنت هذا قرانت نادي تلا محرمات الامويه نقول السي يقرا يا من بعد ردي تشكيت المساله هذني هو تاسيس الجامعات تاع حزب الاستقلال ملي كنت استاسست الجامعات اخذنا قبل زوار تزوار اخذنا اي ملي كنت قالت الجامعات هذه كي تحضرت اصلا ما كزوش كان حزب الاستقلال قبل قد فوق الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه نعم يسكريات رستينين جامعات متحدة حزب الاستقلال جامعات متحدة حزب الاستقلال وكنت كانت قبيلين اش كندير راكو دانا قدنا عبد المنوزيد سي ابراهيم السياد ديال المجموعه اللي كيخاف غير ولكن مع ذلك تعاون حديث باش تسكر
التعبئه باش تستعد باش تفور حزب استقلال كش متحد الاتحاد الوطني الشعبيه صافي خو داسك صافي ولكن الحاليات 59 انفصل الاتحاد الوطني القوى الشعبيه من حزب الاستقلال. من بعد رديت من بعد التشكيل التغوصي اللي الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه رد ديكوز ولا انت غنقول لك غير الانشقاق ديكوز 1963 اللي غير يكتسح الانتخابات كيت كيت غميد اللي عاوني الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. ولا تشتاد يسعي يلقاي اشكون لقاي دوك دوك تصيف فوق اش كيدير يلقاي سميسو احمد القصري يسد عايش المكتب النس سيجمنت ماشي المكتب نعم سيجمنت يسد السيد سيلو يسد كونفوكس حسن ما قال سيلو يسد سيلو دو تي دريم ان سيك الحاج المرز الله يخليك هذا اخت عاونت حتى الانتخابات اشكون دان الدوله التسكريه يا الحزب سماسل في ديك حلف ديك ساسين غير مؤسسه الدفاع عن المؤسسه الدستوريه الدفاع عن المؤسسه الدستوريه الدستوريه غير تسكرت الا قلت كدينا الا قلت الخطيب الا قلت المجموعه نعم باش تكيم تاع الوطن القوى الشعبيه كاين المبادئ تاع الوطن القوى الشعبيه يا يغلي غير زوين الا زاد تعاونت الناس اش تقول لك عاونت زوين الا في الاخر من ديال المذكره الناس شو الا قلت غير سير شكون العمل وقادر راك جالس اي اقول لك كل شنو العمل وقادر نعم الا قلت يا الطابع كي سري الا الاقتصاد غريت إلا قال سي بأنه جميع الشيوخ ديال مقنين أنه نجح الحزب الفديك نعم على بورت صافي لكن ناس هو كي يشوف ناس شوف أنا لا ما غنعرف في هذاك الشيء واش قلت لناس وحتى خلخلايا ديال ناس تابع ولا قران أي لا خصك كامل تاخذ كتاب كامل اختصار إزلال الانتخاب نعم اكتسح الاتحاد الوطني اتحاد الوطن الشعبي من بين ميد لي ريش شاكوري غاكودان امس المساله دي قالت لي الصحفي الا غير ايدا عند مزيغ تسمى عبد الله فلاح عبد الله فلاح كانت حتى ثاني ترشح مسكين غير غرب من بعد اخو جامد عشت بزاف من الاعتقالات كل مع ذلك الاتحاد الوطني رجع غاكودان امزون مسكينات كان اللي غير يمشي له ليات الوقت صافي كان غير كان اللي غير موت مسكين. السي المانوزي رد لك لي الاعتقال غمصنا 17 جوزامبير 1970 اعتقل طوكادير راك وين الدار البيضاء. ما قال الاسباب الاعتقاد؟ القضيه الاعتقال القضيه القضيه الحسين اللي خصها تعقل اللي غيرور ياك اكسجين واكسجين البوليس اللي خشمنا الشقه اللي غيتينيكا شكون كان الدراري احترف نسرس ثاني رور قول الدراري احترف نسرس دول الشقة اللي غير لا فين قلت لا جوندانس كي لا نوفر لا جوندانس حتى فتي الولاد شي قلت تليفون غيرها إوا تذكر طنجة كرا وش ذاك كي وين نغو كادير أوين نغو كادير كوم لا سانتر صغير معرف معرف ما عندي ولي دير المولاي الشريف هكا لا غوص غير الشيف ولا غوص كاين يساس الباندا بلو مينوت الزوجين في الدروج هاد الدرجة هاد الدرجة أنا بس لا اختلفت أستا سكوت لكل كران اون بلون دروفير لو حنين غيكا دفوح فوح لي غيكا ساس في لي دار نس غيكا خصها لا كل ديال تاني تاوزا لا كل مقر ني خو دو سما لي غليين غين دماني غلا الواحد اشكو تالو مشي ماني غلي خو لا تني ولا المهم نج وشكر فوشكاد تيكيران وسيس انتيكلي وينايد نسيتي ماك تزرتي غزيفن اللي راحت في توك تيسيس فيو زرع 100 يوم غدا غدر مولاي الشيخ نعم تفلت في تاختي زيك ديسيس فيو قلتني فمس نوبريد تدرك غمس نتغنس على غد المقاومه اللي راحت في توك راك تنمرت السي حسن المنوز الله يكون سامحها كنا كل سامحها بيت سامحها بزاف شكرا بزاف بزاف تيكيران وسيس انتيكلي وينايد اللي غيسن سنبكي يعني غير مغور المقاومه المغربيه تيقال حال الحسن المنوزي اللي غنوز توك تيسيس فيو دكتور انت نايين فوز مزان فرنسا ارغصد سيتي ماس تيغزي انت درت تيغرا تيكلي وين غصد هذا وتي تنميرت اري مرسد جدا